السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية والبركة. السؤال يقول: أقدر أبدي مشروعي ب$200؟ تقدر تبدي مشروعك بأي مبلغ، بس المبلغ اللي راح تصرفه إيش قد راح يجيب لك أرباح، هو هذا السر. شوف اليوم هسه أنت عندك $200، أنا حنصحك ببضاعة واحدة. أنا عندي واي بضاعة، بس أنا جت بفكرة براسي إنه هاي البضاعة جديدة وبعتها ما معروفة، ولو نسيتها جوا خلنا نطلب جوا. المهم البضاعة هي ماسك مال عيون، يسمونه ماسك حراري. هذا الماسك هذا نزل عندنا جديد هسه. شوف هذا قناع حراري تلبسه هيجي بيه حراره. هذا نزل عندنا جديد، كل قطعه بهالكيس هذا. هذا القطعه الوحده ب 25 سنت، 100 قطعه ب $25 فقط. فانت تقدر تاخذ لك شقد 400 قطعه ب $100، 800 قطعه ب $200. ليش راح تاخذ هذه الكميه الهائله؟ انا اقول لك هذا شيء جديد، اذا اخذته هسه تعتبر انت من الاوائل الناس اللي جابتها بالسوق. فتقدر انت تستفاد به خير من الله، شنو فائدته هذا؟ طبعا هذا انت من تجيبه لازم تبيعه، شو تسوي؟ لازم تصوره وتشرح عليه وتستخدمه. هذا بداخله علاج، من تفتحه هنا من الكيس الطلعه راح يصير ساخن. هذا يصير ساخن. العلاج مالته اول شيء الاثار السوداء هنا بالعيون يوخرها، التجاعيد الموجوده هنا يوخرها، التعب والارهاق، العيون مالتك مثلا عيونك تحس بها مثل الجافه من تستخدم موبايل هواي او كمبيوتر هواي، فتحس عيونك مثل اليابسه، فعلى قولتها انا اقول لك عيوني ما ابيها مي، فتحس نفسك تعبان وارهاق عندك، فهذا علاج، هذا علاج، عرفت شلون؟ فهذا مميزات طبعا كلش هواي بي. الاكسباير هذا شوف تاريخ الانتاج مالته 25/4/2022 تاريخ الانتاج، هذا شيء جديد هسه نازل بعد ما معروف. تاريخ الانتهاء 24/4/2025. فانا انصحك من هذا، ايش قد راح تربح فيه؟ ايش قد راح تربح فيه؟ هذا عليك ب 25 سنت على الاقل تبيعه بدولار، على الاقل تبيع الواحد بدولار، او ممكن تبيعه بالعراق على الحاجه بلف، حاجه بلف مثلا، عرفت شلون؟ تريد تبيعه بالانترنت، تريد تبيعه بالشارع، بعماره، بباب مول، شلون ما تقدر تبيعه. لكن هذا راح تصنع هاي ال $200 لو استخدمتها استخدام صحيح، والله ما ابالغ، ال $200 هاي لو استخدمتها استخدام صحيح راح تطلع ثروه من عندها، لان انت الواحد راح تربح به تقريبا شيء 75 سنت. فانت ايش قد عندك؟ 800 قطعه، 800 قطعه في 75 سنت، 800 في 75 سنت ايش قد راح تطلع؟ $600 تربح، يعني عندك 200 راح تصير عندك 800، $600 راح تربح، فهمتني شلون؟ فالسر هو شلون راح تستخدم ال $200 هاي، جرب وشوف تترحم لي والله.